السلام عليكم، معكم طلال نقار، بتابع معكم بكورس الأخلاق الطبية. معنا اليوم ضيفين مميزين، طبعا معنا الدكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة هارفارد وجامعة بوسطن. حنستضيف اليوم بهالحلقة مثل ما قلت ضيفين مميزين جايين من عالم طب الأطفال، من البي آي سي يو اللي هي بيدياتريك آي سي يو أو طب العناية المركزة عند الأطفال. معنا الدكتور طارق الحزواني. دكتور طارق الحزواني هو استشاري عناية مركزة عند الأطفال حاليا بمشفى الملك عبد الله التخصصي اللي تابع للحرس الوطني، مشافي الحرس الوطني بالرياض. دكتور طارق هو أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية. معنا كمان الدكتور حمزة العلي، استشاري الأمراض العناية المركزة بطب البي آي سي العناية المركزة بمشفى الملك عبد الله التخصصي بالرياض اللي هو تابع كمان للحرس الوطني. برحب فيكم أخينا طارق، كيفك؟ مساء الخير، يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور طلال. أهلا وسهلا فيك حمزة، طمنا عنك، كيف حالك؟ أهلين أهلين أخي طلال، مساء الخير ومساء الخير للجميع. الله يسلمك. وباسل، ما يا سلمنا هلا يا عليك. هلا طلال، أهلين طيب بس وأهلين اسمحوا لي أول شيء أستاذ أدخل طارق. بساط أحمدي أني خاطبكم باسمكم الأول، باسل وحمزة وطارق، وأنا اسمي طلال طبعا. طيب نحن استضفنا سابقا بحد الحلقات السابقه دكتور مهند معلم، بوجه له تحيه كبيره. دكتور مهند معلم هو تخصصه الان اي سي يو اللي هي نيونيت اي سي يو، هي طب الخدج اللي هي طب الحواضن، اللي هو طب مميز بطب الاطفال، هي الفتره الاولى حتى قبل يعني الاعمار الحمول اللي جايه مو بتمام الحمل واللي بحاجه لحواضن بالفتره الاولى، وهدول طب مختلف، والحلقه كانت جدا مميزه واستفدنا منها. بس لابد انه لسه في طب الاطفال نحن بعد في الجزء الثاني اللي هو طب الاطفال اللي هو بعمر بيبدا بعمر السنه مثلا حتى عمر 15 او 18 بامريكا حتى عمر 18 سنه. فببدا بسؤال الاخينا طارق، طبعا انتم اي عمر بينتهي عمر الطفوله عندكم بالسعوديه، تعريف الطفوله عندكم؟ مساء الخير للجميع، يعطيكم العافية. طيب نحن طبعا نحن خلينا نحكي على النظام هنا في الحرس الوطني والمملكة العربية السعودية. نستقبل الحالات ترى حتى من الشهر الأول وليس من السنة الأولى، نستقبل حتى نهاية السنة 14 من العمر. فهذول يعتبروا فئة الأطفال، وهذا مجال اختصاصنا في العناية المركزة للأطفال. تمام حمزه، ذكرنا طبعا انا بعرف الدكتور حمزه والدكتور طارق ان انه تخصص طب الاطفال بدمشق بسوريا، وهذا مصدر فخر لنا جميعا. حمزه، بطب بسوريا شو كان تعريف الطفل بالنسبه لل بسوريا، شو كان التعريف؟ على ما اذكر يعني من ايام البراكتس تبعنا، طبعا صرنا شوي نحن متخرجين، كان ل 13 سنه من ل 13 سنة. ايوه 13 سنه. بس نحن طبعا بسوريا مشفى الاطفال كان في من ضمنه الحواضن، يعني نحن كاطباء اطفال مقيمين كنا نغطي الحواضن يعني من الولاده حتى عمر 13 سنه. طيب باسل، طبعا احنا بامريكا التعريف حتى عمر 18، ولا انا غلطان؟ ترى انا ماني شاطر بهالارقام بالضبط، مزبوط لعمر 18؟ بالمستشفيات اللي انا اشتغلت فيها، نعم العمر كان يعتبر المريض طفل لنهايه عمر بس يصير 18. طبعا طبعا. طب اليافعين حقيقه، اذا ان شاء الله اذا بنقدر بهاي الحلقه نخصص له جزء من وقتنا، اللي هو الاطفال اللي بيكونوا مثل ما قلت لنا زمان طارق باسل، اللي هو السبعه بسبعه بسبعه بسبعه، اللي اخر 7 سنين من عمر الطفوله، خلينا نقول من عمر ال 11 او 12 البلوغ حتى عمر 18، او حتى يعني هذول اللي لسه ما صار اسمه رجل بس هو بعده مع الطفل صراحه عمر اليافعين، فهذول لهم خصوصيه معينه اذا بنقدر بهي الحلقه نحكي فيها، بس نحن تركيزنا ربما الاساسي على المرحله الاولى. فبدي ارجع لاخينا طارق، خصوصيه طب الاطفال حقيقه عرضناها نحن سابقا، ربما انت هلا كتجربه عمليه كونك تمارس طب الاطفال انت وحمزه يوميا، انتم بتشتغلوا بنفس القسم بالمناسبه اذا الزملاء ما انتبهوا. خصوصيه طب الاطفال انه الطفل ما بيقدر ياخذ قرار بنفسه، صحيح ولا انا غلطان؟ صحيح طبعا، هذه خصوصية وهي بنفس الوقت تحدي بالنسبة لنا كأطباء الأطفال. يعني نحن متى لازم نناقش مع الطفل طبيعة مرضه والخطة العلاجية وحتى القرارات المصيرية، حتى في العلاجية القرارات العلاجية المصيرية. يعني طبعا في عدة مناهج بهذا الموضوع وفي عدة طرق للمقاربة بهذا، متى نفتح معه الحديث وما مستوى التفاصيل اللي ممكن نعطيها للطفل في هذا العمر. طبعا بتلاقي تختلف المراجع، مثلا تحت عمر 5 سنوات ممكن تعطيه انه هو مريض بمرض كذا وكذا وكذا، ولكن متى لازم انت تناقشه في العلاجات والخطه العلاجيه وحتى احيانا بالقرارات المصيريه. والسؤال حتى لو ناقشته، يعني هو النقطه، حتى لو تم نقاش الطفل في الموضوع، هل لو الطفل اتخذ قرار بنفسه
هل هذا القرار هو قرار مكتمل الأركان وواعي هذا القرار ويبنى عليه حتى الخطة العلاجية ولا لا؟ هذا تحدي كبير بالمقارنة مع البالغين. يعني حتى أنا لما فرضا مثلا مثل ما أنت قلت طفل عمره 11 سنة وتم مناقشته بطبيعة المرض وبطبيعة الخطة العلاجية، إما رفض أحد العلاجات أو اتخذ قرار بالمناقشة معه باتجاه معين. هل نحن لازم ناخذ هذا القرار بعين الاعتبار كهو قرار رئيسي ولا لا لازم ناخذ قرار الأهل كقرار رئيسي؟ وقد يكون قرارين مختلفين يعني في هذا الأمر. هذا تحدي مو سهل، دائما نحن بنواجه كأطباء الأطفال في هذا الموضوع. حمزة، قديش نسبة انك تشوف هذه الحالة انه الطفل بيكون واعي نوعا ما بين عمر 7 ل 11 خمس يعني 14 سنة عندكم قلت، والاهل بدهم شيء والطفل ما نو موافق، ربما بدك تجبر الطفل على علاج كيماوي مثلا، احيانا جراحات. حمزة قديش بتشوفها بالحياة اليومية هذا الكلام بالسعودية، ربما مجتمع عربي عم نحكي نحن؟ والله صراحة يعني، وخلينا نحكي على أبساط أحمدي مثل ما قلت أنت أخي طلال، هذا الشيء قليل كثير لحتى نشوفه. انه يكون في يعني تعارض بين الطفل وبين نكون اهله. مو بس حتى تعارض، يعني حتى يعني طبعا مثل ما قال الدكتور طارق، يعني يفترض نحن نجلس مع الطفل على القليل نخبره حتى حسب المستوى الفهم تبعه، حسب المستوى العقلي تبعه. طبعا بيفرق إذا كان الطفل، الأطفال عندهم أمراض مزمنة، هو من زمان بهالمرض، عارف طبيعة مرضه، حتى احيانا اسماء الادويه عارفينها، عارفين التاثيرات الجانبيه، اختلاطات الدواء. بينما طفل تشخص حديثا مثلا طفل عنده سكري ومن زمان عنده السكري، فهو عارف كل شيء عن الانسولين، عارف كل شيء عن الم الابره، عارف كل شيء عن مكان اخذ الابره، عارف كل شيء عن اختلاطات هبوط السكر. يمكن اسهل بكثير تقنعه انه ياخذ ابره الانسولين من طفل مشخص حديثا. بس عمليا صراحه، عمليا هذا الشيء ما كثير موجود بالحياة العملية عندنا. يعني نحن ما إنه بنقعد مع الطفل ومناقشه ونشوف مستوى الوعي، مستوى الإدراك، مستوى إدراكه بطبيعة المرض، اختلاطات الأدوية، أنواع الأدوية. عرفت كيف؟ يمكن في قصور بهذا الموضوع بس لسه ما إنه بالشكل المكتمل، وبالحياة العملية ما بنواجه هاي الحالات كثير. هلا ربما بطب البالغين كوني يعني ممثل طب البالغين الموضوع صراحة أوضح بكثير. أنا اللي عمره 20 سنة وهو بكامل وعيه، مثل اللي عمره 80 صحيح سنة وهو بكامل وعيه، ما دام اثنيناتهم صحيح واعيين فهذا كلاهما بالغين. بس من طب الأطفال ربما السنة بتفرق. باسل، أنت حكيتنا بيوم من الأيام قاعدة السبعات، يا ريت تذكرنا فيها لو سمحت. نعم. هلا وهي قاعدة وليست إلزام، ولكن قسموا عمر الأطفال لحد عمر 21 سنة لثلاث أجزاء، أول 7 سنين، بعدين ثاني 7 سنين، بعدين ثالث 7 سنين. بأول 7 سنين بناء على الدراسات وعلى يعني من الواضح جدا أن الطفل غير قادر على أخذ قرار، وغير قادر على اتخاذ، على فهم استيعاب التفاصيل الكبيرة. مشان هيك لا يطلب، حتى يفضل ولكن لا يطلب، وإخبار المريض بهذا الموضوع، الحديث مع الأهل بيكون كافي أو مع الوصي. هلا خلينا نروح على السبعة الأخيرات اللي هن بين 14 لل 21، كمان لأنه أوضح شوي من السبعة اللي بالنص. هدول يعتبر فيهم الطفل يعني لازم يتم الافتراض أنه هذا الطفل قادر على اتخاذ قرار وقادر على فهم المعلومة إلى أن يثبت عكس ذلك. يعني لا، ما نحن بنعتبر انه هو قادر على هذا الشيء، ولكن اذا صدر منه افعال انه او قرارات يبدو عليها انه هو لا لساته غير ناضج، وقتها بنفكر بهذا الموضوع. اما بقى المرحله اللي بالنص اللي هي بين 7 ل 14، فهون لازم يعتبر الطفل انه هو غير قادر، ولكن اذا ثبت منه افعال او بتعامل الطبيب معه شاف انه هو لا ممكن يكون عم يعطي قرارات جيده وهو قادر على الاستيعاب، فهون نحن بنميل اكثر نعتبره انه لا، هذا شخص مائل الى النضوج. وهذا بيفرق معنا احنا باشياء كثيره. ليش لازم نحدد هذا الشيء؟ لانه احنا قانونا عم بحكي على الممارسه هون بالولايات المتحده، قانونا انت لازم تعمل كونسنت او الاقرار مع اهل المريض طالما هو تحت 18 سنه، هن بيوقعوا على الاجراءات تساوي له اياها. والفتره بين ال 14 فما فوق، وانا بعرف انه حكيت رقم 18 و21، بس 18 هو رقم قانوني، 21 كان فقط الدراسه لما شافوا تقييم نضج الطفل. ولكن بين ال 14 فما فوق فانت مطالب اخلاقيا بشيء اسمه اسنت وليس كونسنت. اسنت هو رضا، يعني المريض لازم تخبره لازم يكون رضيان. هلا اذا هو عارض هون وقتها بصير في عندنا خلاف، ممكن هو يعمل لك شيء اسمه ديسنت او هو يقول لك انا برفض،
يعني عنده أنا ماني رضيان ولا ماني متقبل، ولكن هو ما عنده قدرة أنه يعمل كونسنت. الكونسنت ما زالت بيد الأب والأم أو الوصي على هذا الشيء. هلا اخواننا بالسعوديه بدو حلوا هذا الموضوع بانه هن اصلا عمر الطفل عندهم ال 14، وبالتالي هن ما بيتعرضوا للاطفال البالغين اللي هن التعريف الامريكي اطفال، متى ما بلغ الشخص فهو بالنسبه لهم بالغ او يعني يعتبر مع البالغين، وبالتالي ما في عندهم هي مشكله اخلاقيه اصلا. نعم بس للتوضيح طبعا حتى صراحة ما بنتعرض له عنا بالبراكتس. عفوا نعم. بس شو قلت حمزه؟ الفئه الثالثه يعني اللي حكى عنها الدكتور باسل اللي هي يمكن معظمها الادوليسنت ما بنتعرض لها بالبراكتس عنا، لانه تماما فوق 14 بيروحوا تمام. الادلت. هلا حقيقه ربما انا اللي شفته، ويعني هي مو مشكله اخلاقيه اكثر من هي مشكله طبيه، انه لما انا شفت يعني انا اشتغلت بعنايات، كنت طبيب بالغين ومعي زملاء اطباء اطفال بنفس العنايه، ربما كنا مشتركين يعني، وفي اطفال بعمره 11 سنه بس وزنه 90 كيلو، فكانت هي مشكله طبيه مش اخلاقيه، انه الجرعات والكذا. وبالمقابل انا تعاملت مع اطفال او بالغين بالتعريف القانوني للبلوغ اللي هن عمره 22 سنه، طارق بتذكر ربما الحاله، وزنه كان 12 كيلو او تقريبا هيك شيء، يعني انا كطبيب بالغين ما كنت قادر اعرف جرعات الادويه وتظبيط يعني الطفل يعني هو بالغ بجسم طفل حقيقه. فربما هي مشكله طبيه اكثر منها اخلاقيه حقيقه. يعني طارق اذا بتذكر القصه، ما بعرف اذا تتذكرها، انه كنت بحاجه لتنبيب طفل، تنبيب بالغ بالتعريف القانوني للبلوغ، بس هو طفل. هو طفل فعلا، طارق كان هو اللي انقذني حقيقه، الله يجزيه الخير. طيب نرجع لموضوع نحن المبادئ الأخلاقية الأربعة، يعني أنتم تابعتوا الحلقات ربما أو بعض الحلقات اللي حكيناها، المبادئ الأربعة اللي هي دائما بنحكيها بكل جلسة أخلاقية هي نفسها عند الأطفال وعند البالغين، اللي هي احترام رأي المريض والمنفعة، تقديم المنفعة وتجنب الضرر والعدالة. بس ربما إلى خصوصية عند الأطفال، خلينا بدأناها بشرح أنه الطفل مو دائما بيقدر ياخذ القرار بنفسه، وأنه قانونا الأهل هن اللي بياخذوا القرار عنه، صحيح كلامي أخي طارق؟ يعني المبدأ الأول تحويله عنكم أنه الأهل لازم يكونوا على اتفاق مع الطبيب على الخطة العلاجية، صحيح؟ صحيح. طيب هون في نقطة صراحة يعني صارت من سابق، وربما بحث اللي يساعدني فيها مرة ثانية بذكرها، أنه أحد الزملاء استشكل علينا أنه شو فرق بين الطفل لما الأهل بياخذوا عنه قرار ولما البالغ بيكون غايب عن وعيه والأهل بياخذوا عنه قرار، شو الفرق بين الحالتين؟ ما كلاهما الأهل عم ياخذوا القرار عن الشخص هذا. باسل بتذكرني شو الفرق بيناتهم؟ نعم في عده فروق، ولكن الفرق الجوهري انه هذا الشخص البالغ ممكن يكون هو اساسا عنده فكره عن الموضوع، ممكن يكون اخذ قرار من قبله وحاكيه للشخص البالغ الوصي عنه ليعمل هذا القرار، بينما الطفل هو ممكن اساسا ما يكون مفكر بالموضوع، فالاهل اوصياء عليه بشكل اوتوماتيكي. والشيء الاخر انه يعني صراحه في يعني هي الطفل ممكن ما يكون قادر انه يعبر عن رغبته. تمام، يعني الاهل عمليا لما عم يعبروا عن رغبه البالغ الغايب عن وعيه وبيحاولوا يعبروا شو كان يفكر لما كان بحياه عينه واعي وتمام، اما الطفل بحياته ما كان عم يفكر بهذا الكلام، ولا يمكن ان ننقل رغبه الطفل، وبالتالي فعلا بطب الاطفال برجع لك اخينا طارق انه الاهل هن اللي عم يقرروا اللي بيظنوه مصلحه الطفل، صحيح ولا انا غلطان؟ طبعا هون في الى جانبين الموضوع اخي طلال. اول شيء يعني طبعا احنا مثل ما تفضل اخي حمزه بالموضوع انه نحن ما نتعرض له في البراكتس كثير، بجوز بحكم اختصاصنا عنايه مركزه للاطفال، فمعظم اللي يوصلوا لعندنا على قسم العنايه المركزه للاطفال ما يكونوا في كامل وعيهم حتى لو كانوا اطفال لمناقشتهم في القرارات هي. بعض الحالات وانا اتذكر تماما دخلت على المريض وناقشته قبل حتى بتذكر ما نحط الجهاز وهذه الامور، طفل اتذكرها مثلا 12 سنه كده، ولكن احنا لانه احنا معظم الاطفال عم بيكونوا في حاله يا اما غياب عن الوعي، في حاله مثلا تحت التخدير تحت اللجوء، او في حاله مرض شديد ما يكونوا هن في كامل وعيهم على اتخاذ القرار. فالزملائنا مثلا انا اناقشك مثلا زملائنا في الجراحه العصبيه ولا في الاورام، تيجي الطفل لساته هو في كامل وعيه ومثلا عنده كتله في الدماغ بدهم يتخذوا فيها قرار جوهري او اي. طيب هون الطفل يعني انا برجع انا عندي نقطتين بالموضوع. لما انا بناقش الطفل بالموضوع هو قد يكون قادر على اتخاذ قراره في مرحله ما من العمر، او على الاقل من باب الاحترام مثل ما انت عم تقول المنافع الاربعه، من باب العداله لازم يعرف من حقه، يعني هذا من حق الطفل انه هو يعرف. يعني انا ما اتوقع انه انا اخبي شيء عن الطفل كاني خبيته عن البالغ نفسه. أنا إذا بدي أخبي عن الطفل وهو في مرحلة من الوعي ومرحلة من تفهم ولو جزئيا أو بشكل مبسط لطبيعة المرض واتخاذ القرارات،
لازم يكون عارف نحن شو بدنا نعمل. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعاً هل الأهل حتى أنت هن بالغين الأهل، ولكن هل الأهل دائماً قادرين على اتخاذ قرارات طبية أو قرارات مصيرية بالنسبة للطفل بدون ما يكون في عواطف في الموضوع؟ يعني بجوز هو يتخذ، الشخص البالغ يتخذ القرار بالنيابة عن نفسه بشكل عقلاني وواقع أكثر ما يتخذه عن الطفل، لأنه إحساسه تجاه الطفولة مختلف تماماً بإحساسه تجاه البالغين. بيضل إحنا كلياتنا شعب عاطفي، كلياتنا من الإنسانية إنسان في النهاية ولي عواطف، لما أنظر للطفل غير لما أنظر لنفسي. قد يكون اتخاذي للقرار تجاه نفسي أكثر عقلانية وأكثر واقعية. فحتى هاي النقطة، هل الأهل فعلا لما هم عم ياخذوا قرارهم عن الطفل هم فعلا هذا القرار واقعي بما يخدم مصلحة الطفل؟ على النقطة الثانية اللي انت هي المبادئ الأربعة اللي تتكلم عنها. طيب صحيح. سؤالي لحمزة، بس خليني اخذ راي حمزه او تعليق حمزه على هذا الكلام كونه هو ممارس لهذا الكلام بشكل يومي. لما بتلاقي يا دكتور حمزه انه انت كطبيب عندك قرار معين بحاله طفل والاهل عندهم راي ثاني، انت برايك العلاج ما لازم يتم لانه برايك انه ما في فائده من العلاج، والاهل عم تدفع، يعني عقلك عم يقرر، عقل الطبيب هون بهالحاله، والاهل عاطفتهم هي عم تقرر انه لا بدي اعمل كل شيء لهذا الطفل، هو شفقتهم على الولد، شفقتهم على الطفل، بدهم هن يعالجوا او يتخذوا كل الاجراءات. كيف بتوفق هذا الشيء بحياتك اليوميه دكتور حمزه؟ طبعا نحن نتعرض كثير لهي الحالات الحقيقه، مثل ما قال اخي طارق، يعني نحن نتعامل مع الحالات اللي بيكونوا تعبانين اند ستيجز، بمراحلهم النهائيه، يعني حتى الامراض العضال المستعصيه لما بتكون خارج البيك يو، لسه ما دخلوا على الاي سي يو، يعني البرايمري تيم او الاطباء بيعالجوا، بيستمروا سبورت وات ايفر يعني، بس لما بيوصلوا لمرحله تيرمينال ديزيز او يعني المراحل النهائيه من المرض، خلينا نقول وقتها بيجوا لعنا. فنحن بهالمرحله بدنا نقرر انه شو نعمل للطفل، شو ما نعمل للطفل، شو How ممكن aggressive, نستفيد، how شو would you ممكن. be؟ قديش نسبة الانفيزيف البروسيجر حتعملها؟ قديش نسبة الهجومية بالضبط بالعلاج؟ بالضبط. طبعا نحن اول شيء بنعمله، الخطوه الاولى لازم نحن كأطباء أو كفريق طبي نحن نتفق إنه هذا الديزيز تيرمينال، الخطوة يعني الأولى. مش قرار طبيب واحد، قرار عدة أطباء. أيوة لازم يكون جميل. مالتي ديسيبلينري، أو يعني اتفاق بين مجموعة أطباء العناية المركزة بالإضافة لأطباء البرايمري تيم أو الأطباء المسؤولين عن الطفل اللي بيتعاملوا معه، وهن ضمن اختصاصه، مثلا أونكولوجي ديزيز بنجيب نحن والأونكولوجيست، مثلا جينيتك ديزيز نحن والجينيتك الميتابوليك وات ايفر. فلازم يكون القرار الطبي واضح، لانه اذا نحن نفسنا ما لنا مقتنعين وما لنا متفقين، هذا راح ينعكس على الابروش للفاميلي، وهن اصلا راح يفقدوا الثقه بالفريق الطبي. فالخطوه الاولى ان نحن نكون فعلا مقتنعين. الخطوه الثانيه اللي بنعملها اجتماع متعدد الاطراف بحضور الاهل، بنفضل يكون الاب والام طبعا، لانه غالبا الطفل بيكون تعبان، مثل ما قال طارق، بيكون الطفل يا اما على المنفسه، يا اما سيديتد، يا اما سك لدرجه ما بنقدر نشركه بالقرار. طبعا بنقول كل تفاصيل القرار بشكل واضح وصريح وكلمات بسيطه يفهموها الاهل. هلا صراحه معظم الاهل، لانه بيكون المرض كرونيك تيرمينال، يعني مارين بمراحل بهالمرض، فأكثر من 90% أو خليني أقول 95% ما عندهم إشكالية. يعني بنقول لهم نحن الإجراءات الغازية اللي بتعذب الطفل ما بتساعده، ما راح نقدم لها، مثل الإنعاش والضغط على الصدر، مثل جهاز التهوية الآلية مثلا، مثل وضع القساطر وإجراء غسيل كلوي في حال تعبت الكلى. بنعطيهم أمثلة، بنعطيهم هاي الأمثلة إنه كيف هذا الإجراء بيعذب الطفل، وكيف انه نحن او ليش بنحط هذا الاجراء، وبحال الطفل كون ما راح يفيده بس راح يعذبه، وممكن بس يطول بمرحله العذاب تبعه. فالريجكشن او الرفض اللي بنواجهه عاده بيكون قليل. المجتمع تبعنا صراحه مجتمع مؤمن يعني، وعندهم تقبل، وبيعرفوا انه طفلهم اذا مات الله يرحمه راح يصير طير من طيور الجنه، فما منلاقي هالاشكاليه الكبيره بتقبل الاهل. في بعض الحالات واجهتنا وصار فيها رفض طبعا،
مرة ثانية وثالثة، يعني عادة بياخذوا رأي ثالث، بنعطيهم تقرير، بيروحوا على مشفى ثاني وهكذا، وعادة بعدين بنحصل القبول وبعد الاتفاق وي جو ذا بروسيس، يعني بنكمل بالموضوع. طيب شكرا طلال، بس اذا فيني اعقب على هذا الموضوع. شكرا دكتور ما هو حمدان على انا سؤالي الفيدباك. لك باسل، انه نحن بس خليني اسال سؤالي وتعقب على التنتين لو سمحت، تفضل. انه نحن لما بيكون نحن الطفل هون يعني للاسف، وهذا ما عم نقدر نحصله، انه يكون هو جزء من اتخاذ القرار، ما عم نقدر، اما غايب عن وعيه او هو ما بيقدر يستوعب اللي صاير. القرار الطبي هون بين شخصين او بين 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 جهتين، الجهه الطبيه الطبيب المعالج او الفريق الطبي المعالج والاهل نفسهم شو بدهم انه يصير علاجات. طيب لما بيكون في اتفاق بين اثنين انه اما نعالج او ما نعالج، فما في معضله اخلاقيه. كيف نحل الاشكالات؟ ما هو سؤالي لك اخينا وتعليقك على كلام اخينا الدكتور حمزه والدكتور طارق، لما بيكون الاهل عم بدهم اجراء معين والاطباء برايهم انه لا ما بيفيد هذا الطفل، او بالعكس انه الاطباء بدهم اجراء معين لهذا الطفل والاهل شايفين انه لا الافضل ما نعالج. لا، صراحة تعليقي كان نوعا ما هو جزء جواب سؤالك، تفضل. اللي هو رح أقول لك أنا بممارستنا هون بالولايات المتحدة، باعتقادي أنا وباعتقاد كثير من الناس الأخلاقيين الطبيين، إنه حاليا احترام ذاتية المريض في وضع الأطفال هي احترام ذاتية كاذب جدا. ليش؟ لأنه إحنا عم نقول إنه إحنا الأهالي هن المنوطين بصنع القرار، ولكن هذا كله طالما نحن متوافقين معهم، يعني نحن طالما ما في خلاف بيناتنا بنقول لهم انتم بدكم توافقوا، انتم بدكم توقعوا، تفضلوا وقعوا وساووا هذا الشيء. مجرد ما صار خلاف فنحن بنقول لا طول بالك، هذا Best الطفل of interest. تمام عليك، تمام يا عيني عليك، بنقول له طول بالك، نحن اللي عارفانين هذا شو مصلحته للمريض، بنحاول نقنعك تساوي اللي بدنا اياه لانه نحن الافهم منك بهذا الموضوع، في حال انت رفضت فرح نتوجه لهيئات حمايه الطفل واحتمال للمحكمه. ففعليا هي احترام ذاتيه كاذب، وهو للأسف بالحياة العملية هو فقط حماية قانونية للطبيب، لأنه خليت الأهل يوقعوا على الإجراء لما هن كانوا موافقين معك، وإذا اختلفوا معك أخذتهم غصب على عنهم. الهيئات المختصة، ففعليا أنت ما احترم ذاتية المريض. فهي بكل واقعية بس ما له حل يا أخي باسل، أنت الطفل هذا لا ما له حل. تمام. مشان هيك النقطة اللي حكاها الدكتور حمزة، وهي إنه أكثر من رأي لازم يكون موجود، لأنه هلأ طالما في شورى، طالما في أكثر من رأي عطى هذا القرار، فهذا على الأقل أول شيء بيساعد الأطباء كلياتهم يشعروا إنه هن على الأقل بصفحة واحدة أو بمكان موحد بمنطلق مكان واحد على هذا الموضوع، هن عارفانين إنه آخر إحنا رأينا على هذا الشيء، على هذا الطفل بهذا المرض، هو رأي أقرب للواقعية من رأي فقط طبيب واحد، يعني هو غالباً يكون فعلاً هيك. وهذا الشيء بيساعد أهل المريض إنه يشوفوا هذا الشيء، وكمان بيساعد الشخص القاضي اللي بده يحكي بهذه القصة إنه طول بالك، الموضوع مو موضوع رأي طبي واحد مع رأي الأهالي اللي هن معترضين عنه، لا، هذا رأي طبي موحد من أكثر من خبير. وبالتالي الكل بيشعر بشكل أفضل، ويمكن الأهل حتى مع الزمن ممكن يشعروا بشكل أفضل، إنه لا يا أخي تم اتخاذ القرار ولو غصب عنهم، ولكن بعد اتخاذ رأي من أكثر من شخص، وشايفين أنه هذا هو الطريق الوحيد. ولكن النقطة فعليا أنه الأطباء هن اللي صراحة عم يمشوا الموضوع وليس الأهالي، لأنه الأهالي أول شيء هن غير قادرين، وممكن يكون فعلا ما عندهم هن عرفانين يعني، بس كمان بيلعب دور كبير كمان طريقة إيصال المعلومة للأهالي لحتى أنت تحسن تخليهم على صفك أو لا. تفضل دكتور حمزة. معلش بس تعقيبا على كلامك دكتور باسل، نحن بما انه الموضوع بالفيوتيليتي والاند اوف لايف وهالموضوع، رح نحكي على الحالات اللي هي تيرمينال، ونحن مقررين ما نقدم الاجراءات الغازيه اللي نحن نعتقد او اتخذنا قرار طبي بانه هي ما رح تفيد الطفل، يعني ممكن بس اتس نون بينيفيشال او هارمفول خلينا نقول، وبس. والاهل أصروا على أنه لا بدكم تعملوا كل شيء لطفلي. هلا صراحة بالبراكتس عنا، يعني مع أنه هي نسبة قليلة جدا، لأنه عادة البروسيس صراحة هي بروسيس ما بين أطباء بيتفقوا أكثر من رأي، حتى أحيانا بيروحوا مستشفى ثاني، بيقعدوا مع الأهل مالتيبل، في خدمة اجتماعية، في علاقات المرضى، يعني هي بروسيس طويلة صراحة. فعادة ننجح في بعض الحالات، يمكن في هلا حالة موجودة حاليا عندنا في البيكيو. بالنهايه نحن ما يعني ما بنجبر الاهل انه لا انا ما بدي اعمل له انتوبيشن وروح مثلا سوي اللي بدك اياه، او روح لا، يعني بنعتبر الطفل فول كود، حتى لو انا مقتنع انه تيرمينال ديزيز
وما راح يستفيد بالانتوبيشن، بس حتى الاهل يفوتوا بالجو ويقتنعوا بالفكره ويقتنعوا معنا. انا will continue supporting the child، يعني ما بنعمل شيء غصب عن راي الاهل مثل ما بيقولوا او 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 شيء. نعم. يعني في نوع من الاحترام للذاتيه نوعا ما، ليس بكاسر. طيب انا بدي هلا انتقل، هون تفضل. بس خلينا كمان، انا هاي نقطه كثير مهمه دكتور حمزه. هون نحن بممارسة بالغرب شوي، بأمريكا شوي مختلفة عن هذا الموضوع. إذا نحن الفريق الطبي بعد المرور بكل اللي حكيته أنت، سواء علاقات المرضى بالبداية، بعدين أنه بأكثر من رأي الفريق الطبي كلياته شايف أنه لا، هذا الإجراء فيوتايل، لا يمكن إجبار الطبيب على القيام بهذا الإجراء حتى ولو الأهل طلبوه. بإمكانه يطلبوا ينقلوا المريض لمريض لمستشفى آخر، ولكن حتى ضمن هاي، إذا شايف الفريق الطبي أنه نقل المريض ممكن يكون في خطر عليه، أو الفريق الطبي الآخر بعد نقاش طبي شايف أنه ما رح يتم، رح يكون نفس الإجراء، ما لا يمكن إجبار أي طبيب على عمل أي شيء. هلا ربما هذا الخيار ما كثير متاح للشرق الاوسط، لانه عاده نحن اصلا عم نشتغل بمراكز كبيره، وبالتالي النقل لمركز ثاني ما له عملي. دكتور طارق، اخينا طارق، تضربنا امثله عن الفيوتايل كير بطب الاطفال، ربما نحن غطيناها عند البالغين، فعند الاطفال شو هي الفيوتايل كير او العلاجات غير المجديه؟ كتعطينا لمحه سريعه اذا كانت متماثله مثل ما عندنا ولا شيء مختلف عنكم نوعا ما. طبعا اذا بدنا نحكي على طبيعه العلاجات، يعني نحن نحكي من طبيعة اختصاصنا وما يتعلق به من الاختصاصات الأخرى. يعني عندك أجهزة التنفس الاصطناعي والدعم التنفسي بأجهزة التنفس، إجراءات الإنعاش، العلاج الكيماوي. فالعلاج الكيماوي أحيانا قد يكون من هذه العلاجات، أحيانا يعني قصدك انت انه الطفل بدات له الاجتراحات. العلاج الكيماوي، جرعه، خط اول وخط ثاني وخط ثالث وفشل، فانت بعدين اي شيء عم تعطيه هو فيوتايل، هيك قصدك صحيح؟ تماما إيه، تماما. او يعني بالاساس هو اجى المريض في حاله متقدمه جدا من المرض. دائما يعني عند الاطفال لما يكون الاصابه بالاورام، عاده بعض انواع الاورام من البدايه تكون قاسيه جدا جدا ومنتشره، مو مثل البالغين، لان هو بالاساس يعني بتلاقي خاصه قسم الاورام صغير. الدماغيه مثلا نتكلم عنها، بتلاقي من البدايه. فمن البدايه يتم اتخاذ القرار انه يكون العلاج ملطف وليس هو علاج شافي. طبعا بهاي الحاله يعني انت حتى علاجات العنايه المركزه ولا العلاجات المتعلقه ما بين العنايه المركزه والاختصاصات الاخرى تعتبر مثل اي دواء اخر، يعني حتى جهاز التنفس الاصطناعي. بالنسبه مثل ما كان عم يحكي اخونا الدكتور باسل، يعني هو علاج التنفس او الدعم التنفسي هو جزء من العلاجات العامه الموجوده في عالم الطب. يعني انا اسالك سؤال، هلا انت عندك مريض وتعرف انه هذا الاصابه فيروسيه وعنده اصابه تنفسيه فيروسيه، هل تعطيه مضاد حيوي وانت عارفان ما راح يستفيد منه؟ لا للأسف، للأسف البعض بيعمل هذا الشيء، وهذا الشيء مو تمام. أخلاقي. نرجع للنقطه انه مو دائما عم نحسن نعمم 100% يكون ملتصقين جدا بهذا القرار او بهذا المبدا، ولكن انت هذه الامثله ولو على بساطتها، مو كل العلاجات المتوفره عندك راح تيجي تقدمها لكل مريض بغض النظر عن طبيعة المرض. بالنسبة لي أنا كاختصاص عناية مركزة، هل أنا راح أقدم علاج التنفسي هو جهاز التنفس يعتبر مثل أي دواء آخر، مثل المضاد الحيوي، مثل المقويات القلبية، مثل المدرات، مثل أي علاجات دوائية أخرى؟ أنا إذا أعرف أنه هذا المريض ما راح يستفيد منه، يا ريت. يعني إذا كنا على مرحلة الزيرو مو مشكلة، ولكن أنا قد أعذب هذا المريض وانا عارفان يقينا انه انا لارضاء مثلا اهله مثلا او كذا. رح نرجع للنقطه اللي حكاها الدكتور باسل، هل انا رح اقدم هذا العلاج؟ اعتبر جهاز التنفس بمثابه اي علاج اخر. انت بحكم مثلا هلا في اختصاصك كله، هل رح تقدم الليزرز لكل مريض يفوت لعندك أكيد عمل؟ لا، لا. أكيد لا، طب قد ولا يطلب يعني، المريض، لا يعني امتلاكي يا يعني أحمد انك يا دكتور اعطيني مدرب. تماما أخي طارق، أنا لا يعني امتلاكي لعلبة ليزكس بالخزانة عندي إنه أنا كل مريض حيعطيه وحدة، لا، تمام، إذا بحاجتها وبيستفيد عليها بعطيه إياها. هذا الكلام. أما إذا ما، مجرد إنه عندي الجهاز امتلاكي للجهاز لا يعني إني لازم أقدمه، هو مو ضيافة المحل أبدا. تمام. فبنرجع احنا للاطر الاساسيه في العلاج، عندنا المبادئ العامه في العلاج في العنايه المركزه وحتى في الاختصاصات الاخرى، واللي احنا عاده بنقول لها 3 سي، هي كيور وكير وكومفورت.
يعني هي المبادئ الاساسيه اللي يقوم عليها طبنا اللي احنا اختصاصنا او البراكتس اليومي. انا يجيني طفل عنده اصابه ذات الرئه، التهاب تنفسي شديد، فانا قد اقدم المضاد الحيوي واقدم العلاج التنفسي والجهاز التنفسي، بس هدفي النهائي هو الشفاء الكامل باذن الله. تمام. ولكن احيانا قد يكون كير، انا عارف هذا الطفل عنده ماسكولار ديستروفي او اصابه عضليه تنفسيه، طيب كل فتره وفتره يجي بالتهاب تنفسي، انا بقدم له المضاد الحيوي بس انا ما عم احسن اشفي له مرضه الاساسي. ولكن انا لما بوصل لمرحله انا عارفان انه هذا تيرمينال، خلاص في مرحلته النهائيه، وهي قد تكون ايام او قد تكون اشهر، ورم غازي جدا في الدماغ مثلا او اصابه عصبيه شديده وسبات والتهاب دماغ شديد جدا جدا، انا لما بدي اقدم جهاز التنفس بدون اي فائده مرجوه، فانا صرت هون بالكونفورت، انا علي خفف عنه ويكون يغادرنا بسلام وهدوء وامان، يعني بهذا بدون وطمانينه. ما تتسبب علاجاتي بأذى تمام. إضافي للطفل أو عذاب ما إضافي بدي للطفل. يسبب له، تماما ما بدي يسبب له اذيات اخرى، ولا يعني هذا الامر مبدا يعني هو ليش انا اقول لك بدانا الحديث انه احيانا الاهل ما بتاخذهم العواطف في اتخاذ القرارات، نفسهم هذول الاهل لما يشوفوا شخص عمره 100 سنة وفي مراحله النهائية ما راح يطالبوك في الإنعاش، هلا عارفين بازل عارفين حيعلقنا على النقطة، الفرق بين عرفت علي عوامل كيف؟ بس الأطفال لما يشوف وقابل الطفلان البالغين. بيقول لك لا أعطيه، عرفت علي كيف؟ بس أنت صحيح. نفس المبدأ تماما، يعني أنا لما أشوف واحد مسن في 100 سنة فما فوق وفي مراحله النهائية لا أقدم له الإنعاش، أنا شايفه عم يتوفى قدامي، ولكن مو أعذبه، خليه هذا بهدوء وسلام وبدون ألم بدون عذاب، يكون بطمأنينة، نفس المبدأ تماما. ولكن باسل، أحيانا كيف نوصل الفكرة للأهل، كيف نناقشها مع الأهل، هذا بس تحدي حكينا مهم. بهالنقطة من قبل، صحيح هي أوكي. التمييز بين هالحالتين، ليش هون في انحياز؟ يعني لو تعلق لو سمحت. نعم، هو دائما صراحة هذا انحياز موجود بطبعنا نحن كبشر، أنه نحن دائما بنقول بدنا نعطي فرصة لهذا الطفل الصغير مشان يعيش حياته ويكبر، مشان هيك دائما يعني بنفضله. في الواقع حتى احصائيا بنلاقي في تحيز للطرفين اكثر من نص، ولكن يعني هن البالغين جدا، يعني الكبار كبير العمر او الصغار بالعمر، اكثر شيء في تحيز باتجاههم اكثر من الناس اللي اعمارهم متوسطه، ولكن الانحياز بشكل اكبر صراحه للاطفال الصغار اللي نخليهم على قيد الحياه. فهو انحياز خاطئ انه انا بدي مد بعمر الطفل بقدر الامكان حقيقه، هلا نحن بنتمنى انه كل الاطفال تنجو وكل الاطفال تتحسن، بس مو بايدنا هذا الشيء. هلا انذكر عده مرات بالحلقه وطارق وحمزه وباسل ذكرت التيرمينال النس، هلا التيرمينال النس واضح عند البالغين، فيا ريت لو اخينا حمزه تعرفني مثلا يعني تعيد الشرح اكثر لموضوع التيرمينال النس بطب الاطفال عندكم، شو هي الامراض اللي بتعتبروها تيرمينال انتم، بحيث انه لو اجى الطفل لعندك انت عارف انه جهاز التنفس ما حيفيده او غير اجراءات غازيه ما حتفيده؟ طبعا في مجموعه من الامراض اتوقع عم نشترك فيها من البالغين، اللي هي السرطانات النهائيه غير المستجيبه للعلاج، سرطانات منتشره مثلا مع نقائل، نزف دماغي شديد مثلا، امراض عصبيه، بس يضاف للاطفال موضوع الامراض الخلقيه او الوراثيه. تمام، يعني الاطفال طبعا هي شريحه صراحه منتشره بمجتمعنا، واتوقع هي الاشياء بالمجتمع العربي بسبب طبعا زواج جواز أقارب. الأقارب والقبائل وهالموضوع هذا. طبعا طالما بيتم التشخيص الوراثي لمرض معين وقتها بنعرف البروجنوسز، يعني خلص انه هذا المرض فهو انذاره سيء حتى لو على المدى البعيد، هذا نيورو ماسكولار ديزيز، مرض عصبي انذاره جيد مثلا ممكن يتحسن، انذاره وسط، انذاره مو معروف. بالإضافة للأمراض المعروفة هي الأمراض الخلقية أو الأمراض الوراثية طبعا، وكل مرض حسب التشخيص ممكن نقول هذا تيرمينال أو بور بروجنوسيس أو الأوتكم بور بعدين بالمستقبل بشكل نهائي، أو ممكن يعيشوا حياة مقبولة، حياة متوقعة بشكل مقبول. فهذول طبعا بيروحوا بالاتجاه اللي هو شو نسبة قصورات الأعضاء المطلوب. النهائية عندكم بتشوفوها بطب الأطفال؟ قصور القلب أو قصور الكبد غير قابل للعلاج، قصور الكلية طبعا أكيد عندكم موجود، فهي تعتبر تيرمينال عندكم قصورات الأعضاء؟ لا لا لا، قصور الأعضاء كله في ترانسبلانت، إيه يعني إذا ما كان كانديد، في عندكم أطفال ما هن كانديدات إذا للترانسبلانت، هذا كانديد السؤال. هذا تيرمينال أكيد. إيه يعني إذا عندكم قصورات قلب عند الأطفال بتشوفوها، ولا قديش نسبة تشوفتها نحن قليلة؟ في قصورات قلب ربما أمراض إيديوباتيك وراثية بتكون يعني أكثر من بعضها وراثية بعضها فيروسية مثلا تمام. كارديوميوباثي،
ومانو وسبائل مانو مناسب للزرع لسبب او لاخر، وبالتالي لا صار إذا تيرمينال. أنا مناسب. أيوة، هي قاعدة عامة، فشل عضو نهائي، كبد، كلية، أمعاء، رئة، هل هو فشل عضو نهائي وليس قابل للزرع؟ دائما بنتخذ الاتجاه الثاني مع الأهل اللي هو الباليتيف كير، باستثناء هذا الكلية تمام. حمزة، معلش مشان ما تظلم الكلية، الكلية فينا يغسل الطفل ويعيش حياة مقبولة، ما حقول يعني ممتازة، مقبولة. إذا وصل لمرحلة لا لا كقاعدة دائما عامة، بالبالغين، بتكون بالبالغين قاعدة كلامك استثناءات صحيح. اللي هي الكلية مثلا، خلينا نحط. بالبالغين الاستثناء هو بس الكلية، لأن معلش الحمد معلش ضيف، معلش ضيف نقطة هون على موضوع تفضل. الأمراض الوراثية، وأنا كنت حابب أطرحها على يمكن الدكتور باسل، وهي أتوقع خصوصية بالأطفال. سابقا كانت الأمراض الوراثية أو الخلقية اللي نحن نعرف أنها خلاص يعني تيرمينال ديزيز، أو بالأخير هذا بور بروجنوسيس. صراحة هلأ في طفرة بالعلاجات الوراثية، صحيح. تمام؟ يعني الجين ثيرابي صراحة صايرة موضة، أو الناس بتقرأ والناس بتعرف يا أخي، فعم نفوت بمعضلة إنه لا، ليش بتكون، ليش عم بتقولوا ما له علاج؟ ليش عم بتقولوا بور بروجنوسيس الأهل؟ يعني مثلا دكتور باسل في مرض معروف معنا كثير بالأطفال اللي هو السباينال ماسكولار اتروفي، أو الضمور عضل الشوكي، ضمور عضل العضلي الشوكي، الشوكي. الضمور العضلي الشوكي، خاصة تايب 1، يعني النمط الأول اللي هو الأشد، أشد واحد، عرفت كيف؟ فهذا كان فور جارانتي خلاص، يعني إذا دايجنوزد وتايب 1 خلاص هذا باليتيف كير، حمزة نروح أنا ما بعرف غير للبوست. اسمه صراحة، هو شو هو الضعف عضلات بيصير فيه؟ أنا ما بعرف عنه شيء هو صراحة. اس ام الضمور ايه العضلي الشوكي، الشوكي، هو بصير أوكي، إصابة خلقية بالقرن الأمامي للنخاع الشوكي يعني ضعف بالأصح، عضلات إصابة شديد، عصبية محيطية، أيوة، ضعف عضلات شديد. فضمور وضعف عضلي شديد خلقي وبروجريسيف، يعني مترقي أحسن لحتى تقريبا بين 6 شهور والسنة بصير الطفل حتى عنده بيدريدن، قصور تنفسي ومعتمد على المنفسة، أحسن وما له إلا صراحة آخر كم سنة طلع دواء عطى بالسي اس اف أو حقن داخل السيسات، سبينرازا، اسمه كازا سبينرازا، أو هيك شيء، في عليه سبينرازا ستاديز إنه بيحسن الأوتكم. طبعا انتشر انتشار النار في الهشيم، والناس يعني صارت ما كثير تقتنع، تحكي عنه، ما تقتنع. كثير دايلما يعني صعبة صراحة. بحكي لك شوي عنه. انا صراحة هذا يعني لحسن الحظ انا ما يعني اشتغلت على بحث باول ما جيت على امريكا على امراض النيوروماسكولار ديزيز، على النيورو ساينس. الاس ام اي هو فعلا مرض، يعني نحن لفترة تقريبا فترة شي 10 سنين ما كنا احسن نعالجه، كان عم تتم عليه الابحاث من فترة تقريبا شي بال 2014 او 2015 على ما اظن، تم انشاء سبينرازا عبر شركة بايوجن. ولكن لاعطاء هذا الدواء لازم يتم اعطاء دواء لكامل حياه المريض، بده يضل اخذه كل عمره. اول سنه راح يكلف تقريبا بحدود المليون و200 الف دولار، بعدين كل سنه في عنده جرعات بياخذها بحدود 300 ل 400 الف. فكان الافراد غير قادرين على تكلف تحمل مسؤوليه هذا الشيء. طبعا لما نقول لك علاج مو معناته انه احنا المريض راح يصير راح يرجع يتفوق، طبيعي. ابدا ابدا، هو فقط المريض ممكن اكثر ما ذلك، اكثر ما هنالك يرفع ايديه، يعني حتى اذا الطفل ممكن يمسك قنينه، يعني ممكن طامي حاله بالمعلقه، ولكن قادر على انه صدره يعيش يتحرك. يعيش. غالبيه الاطفال هذول بيموتوا من فشل تنفسي. بعدين هلا من فتره شي 3 سنين تقريبا شركه ثانيه طالعه دواء اخر ما بتذكر اسمه، لكن اعتقد شركه ميرك هي طلعت الدواء. الكلفه اقل بكثير، هي فقط بحدود ال 800 او 900 الف دولار لمره واحده يعني. طول العمر. فالديلما اللي احنا عندنا اياها انه اول شيء هذا الدواء يعني بتحكي عندنا مشكله اكسس، الناس ما بتحسن تاخذه، يعني هذا دواء غالي جدا. الشيء الثاني انت راح تخلي المريض عايش تقريبا نص حياته بالعنايه المركزه بالمستشفى. انا بعرف مريض ضل بالمستشفى 3 سنين اثناء اخذ هذا العلاج، لانه يعني فعندك سؤال انت، يا ترى هل نحن هذا الطفل اللي هن اعدادهم مثلا على مستوى العالم لا يتجاوز ال 1000 او 2000 طفل، هل نحن ممكن نعطي كل هالموارد لهدول الطفلين، هدول ال 2000 طفل، ونشيل هالملايين دولارات من الاطفال ممكن ارجع نعطيها لمبدأ علاجات؟ العدالة أخينا باسل، مبدا موضوع عداله، توزيع ولكن الموارد حتى لهذا محدودة. الطفل، تمام، ولكن حتى لهذا يمكن الطفل، الدولارات هون ما لها مشكله كبيره دكتور ما باسل. هو غالبيه المرضى اللي كانوا يجونا صراحه كانوا يجونا من السعوديه من الامارات، يعني لانه طيب أنا خليني ولكن أرجع لأخينا، خليني أرجع بس دكتور بهذا طارق. المثال طلال انه في عندك موضوع معاناه، انه هون الاهل والحكومات اخذوا قرار انه نحن بدنا نخلي هذا الطفل على قيد الحياه رغم انه هو رح هون يكون نشأت معضلة حقيقية فعلا بالسرير كل عمره بالأمور. وبده فعلا علاج قرار مو طبيعي سهل، وتوزيع الموارد مهم جدا، لأنه أنت بالنهاية لازم لا، تفكر ومعاناة الطفل كحكومة
كمجتمع انت عم تعالج مو طفل واحد، انت عم توزع موارد بين هذا الطفل اللي عم تنقذ حياته بحياه مقبوله، ما حقول حياه جيده، فيك تنقذ انقاذ حقيقي لعشرات الالاف من الاطفال الثانيين. برجع اخينا طارق، نحن حكينا عن مش الفيوتايل كير والتيرمينال النس، فانتم بطب الاطفال شو هي مستويات الرعايه؟ انت حكيت عن الكيور والباليتيف وكذا، فهل انتم عندكم دي ان ار؟ بتوقعوا قرار الدي ان ار عدم الانعاش او الاي ام دي اللو ناتشورال ديث مثلا؟ إيه لا موجود، طبعا موجود عندنا قرار عدم الانعاش لبعض الحالات اللي بتكون فعلا في مرحله التيرمينال، او خلينا نقول في اللغه المصطلح العربي المرض الذي لا يرجى برؤه. تماما. فعندنا هذا المصطلح موجود ويطبق على ارض الواقع. طيب طبعا هلا انا على فكره كل ما نذكر هذا الموضوع مرض لا يرجى برؤه، يعني احتمال الاكبر انه ما يستجيب للعلاج او ما يشفى، يعني مو 100%. انا هي دائما ديليما صراحه، لانه الاهل ربما انتم زعمكم بطب الاطفال موجوده، بالبالغين موجوده، في كثير اهل بدهم انه تقول له 100% حيصير كذا، لك يا اخي انا ما بعرف، ما عندي علم بالغيب. فالمصطلح الفقهي اللي ذكرته انت هلا مرض لا يرجى برؤه، هو يعني الاحتمال الاغلب انه ما حيستجيب او انه حيكون النتائج كذا وكذا، صحيح كلامي انا؟ هلا هون في عندي نقطتين بالموضوع. اول شيء نحن على عاتق الطاقم الطبي وليس الاطباء فقط، يعني نعمل كمبدا الفريق اللي نحكي دائما، نحن بنقول مننا التدبير ومن رب العالمين التقدير. صحيح. فنحن ناخذ في الاسباب في الموضوع، ولكن دائما بين ايدينا الاسباب العلميه والاسباب الطبيه والمعطيات العلميه الواضحه في هذا الموضوع. لما انا اقول على مرض لا يرجى برؤه، بالنسبه لي كطبيب ما عندي اي امل في انه هذا المرض يتراجع، بغض النظر هو نزيف دماغي شديد ولا هو ورم منتشر ولا هو اصابه جينيه او إلا وراثيه. بمعجزة من الله، نحن ما بنتعامل فعلا معجزات. نجي على المعجزات، انت لهيك انا عم بقول لك، وانا راح افتح الموضوع معك في هذا الطريق. انت نفسك هلا انا اقول لك اخي طلال روح في هذا الشارع السريع الهاي واي، وقف بنص الطريق وانتظر معجزة من الإله انه ما تصدمك السيارة. صحيح صحيح، الله قادر انه يحميه، بس احنا بدنا، هل هذا الشيء رح يصير ولا لا؟ لا بدنا ناخذ الواقع وناخذ في تماما الأسباب. فمننا نحن بنقول التدبير ومن رب العالمين هو التقدير. مرض لا يرجى برؤه، الأطباء ما عندهم أمل. شوف كل الأطباء اللي احنا بنقول دائما نعمل مع المرضى ولو في أمل 1% اللي احنا نعمل عليه. طبعا اللي احنا دائما يعني ودائما حتى هذا النقاش ما يحصل مع الاهل او يحصل مع او حي زميل او اي حدا، لما انا اقول نسبه شفاء هذا المرض هي 70%، نسبه شفاء المرض الاخر هي 60%، مين بيقرر هي ال 40% 60% 80%؟ رب العالمين. احنا صحيح ناخذ الاسباب اللي علينا، صحيح، ولكن اختيار مين اللي هن راح يستجيبوا هذا ليس من يعني الاصل انه ال 40 حيستجيبوا، 40% حيستجيبوا، 60% ما حيستجيبوا، هذا المريض الواحد حيكون من هي المجموعه ولا من هي المجموعه؟ ما في طبيب بيعرف هذا الكلام، تمام، فعلا ما في هذا طبيب لا بيعرف يمكن. الكلام، هي ولكن رغبه انت رب العالمين، بس بتقول عليك تاخذ الاسباب. مرض لا يرجى برؤه، احنا وصلنا على قناعه علميه وطبيه انه هذا المرض غير قابل للتراجع. وصلنا لهي المرحله في وقتنا، في معطياتنا، في وهلا قلت اللي بعد 10 سنين قد يتغير الامر. طبعا من 10 سنين كان الامر غير، ما كان هو الغد بالنسبه هلا هو الامس بالنسبه لنا. يمكن طيب طلال بدي اعقب على هذا الموضوع، انا فعلا هلا انتبهت له انه حتى التسميه لا يرجى برؤه اللي هي مختلفه عن لا يمكن برؤه، طبعا يعني فنحن هون ما حكمنا انه احنا لا احنا خلص طبعا مستحيل، نحن حكمنا انه حاليا بامكانياتنا على طبعا كلام كلمة الدكتور طارق ما بنحسب. يرجى كلمة دقيقة، كلمة فقهية نعم دقيقة جدا جدا. هلا الرجاء انا انه انا ما انتبهت، بعرف، الغالب لا، مو لا يمكن، لا يمكن جزمت انت. نحن بالانجليزي بنسميها فيوتايل والاف وورد وما بنحكي فيها، خلص تماما، بنتهرب منها. انه فيوتايل، انه الله يكلي، غالبا ما حيستجيب. المشكلة انه في ناس للأمانة انا بقول لكم انهم طب البالغين، وانا واثق حيلتقي بطب الاطفال نفس الاهل هذول اللي بدهم جواب قاطع عن كل شيء. يا اخي ما عندي جواب قاطع، انا ما عندي، ما يمكن انا اعلم الغيب، وهذا الشيء لا يخلل من عاده انه قراري خاطئ او كذا. انا بتعامل مع المعطيات، انا بشوف شو الحالات اللي مرقت علي بالطب، الادب الطبي 100 حاله، كيف تعالجوا، كيف كانت النتائج تبعهم. انا ما بعرف اني والله هذا الطفل حيصير معه كذا ولا حيصير معه كذا، بس الغالب اللي هي الرجاء انه هيك حيكون.
طيب اخينا بقى طارق كمل معك، انه انتم بتوقعوا الدي ان ار، بس هل توقيع الدي ان ار يعني يعني الباليتيف كير، ولا هو فقط عدم الانعاش؟ انتم عندكم في تفريق بينات التنتين؟ في تفريق بيناتهم طبعا. تفضل احنا فينا تشرح لنا اياهم لمستويات العلاج، خلينا نقول. في عندنا، احنا عندنا مستويين خلينا نحكي، لانه احنا دائما لما يكون في هذا القرار بده يكون له اسس تنظيميه واسس قانونيه بالموضوع. حاليا بما نحن هلا عليه في الواقع القانوني عندنا والاسس الاطر التنظيميه بالحرس الموجوده الوطني عم تحكي طبعا، لانه بيختلف بالحرس مش من مشفى الوطني، حتى. تماما بيختلف من مكان، هو موجود عدم الانعاش اللي احنا في نوعين، هي اما السبورتيف كير او الكومفورت كير. سبورتيف كير عمليا انا الطفل اعالج ما يمكن علاجه من الامراض المصاحبه، من التاثيرات الجانبيه المصاحبه للموضوع، ولكن المرض الاساسي انا غير قادر على علاجه ووصل لمرحله النهايه منه، فانا هون ما راح اجري له اجراءات الانعاش. وهون اللي احنا يجيب دائما ضغط في على كل الصدر. مره، كفريق طبي مثل ما سبق وحكى فيها اخي حمزه، كل مره نجلس مجتمعين، وهذا النقطه الاساسيه بالموضوع انه يكون متعدد الاختصاصات. قد يكون بمنظوري انا في بعض الافكار الاخرى من الاختصاصات الاخرى، قد تكون لهم منظور اخر، قد يكون لهم فكره اخرى، قد يكون عندهم علم باشياء اخرى دقيقه بحكم اختصاصهم بالموضوع. فلما يكون انا هون مجتمعين، نحن اجمعنا جميع متعدد الاختصاص، مرض عصبي اجتمعنا نحن واطباء الاعصاب واطباء الوراثه، اطباء العنايه واطباء الاعصاب واطباء الوراثه، اتخذنا انه هذا وصلنا لمرحله النهائيه. هون نحن بنقول حتى جهاز التنفس لن يعيد للرئه وظائف، لن يعيد الاعصاب وظائف، حتى قرار الانعاش بالسي بي ار او الانعاش القلبي لن يعيد، قد يعيد القلب نبضاته ساعه ساعتين يوم يومين بعلم رب بس ما العالمين، حيعالج المرض الأساسي اللي لكن وصله لن لهون. يعالج المرض الاساسي. تمام. احيانا نوصل لمرحله انه لا، هذا الطفل يعني هون احنا كل مره بناخذ فيها القرار بتوضيح حتى اكثر، بنقول لن نجري له الانعاش. احيانا بيكون وصل لمرحله من قصور الكبد او قصور اعضاء متعدد، لن نجري له حتى المقويات القلبيه اذا عنده تماما. قصور انا كبد هذا سؤالي اجتماعي، لك، انه انتم بتفصلوا تضيف بهذا عليه اضافات التفصيل، يعني القرار. الدي ان ار، لان الدي ان ار هون بامريكا مثلا يعني فقط دي ان ار، اذا بدك تعمل شيء اضافي بدك تذكر انه دي ان تماما ار عدم انعاش، دي ان اي عدم تنبيب مثلا تماما دواعم قلبيه، لا غسيل كلوي، لا او اي، لانه في ناس بيقول لك لا تماما. بدي غسيل كلوي، فهذا شيء تذكروه انتم بالتفصيل لو نحن حتى هي نذكره بالتفصيل، لأنه بعض المرضى بنقول احنا لن نجري لهم الإنعاش، لن نجري لهم جهاز التنفس، ولكن قد نجري لهم غسيل الكلية. تمام. لانه ليش قد سؤالي انا نجري هو الموضوع تنظيمي اكثر منه هو قانون، يعني انا عم بحكي لانه للزملاء اللي بسوريا حقيقه ما عندهم شيء بينظم هذا الموضوع، فلما نحن بدنا نحكي هذا الكلام مع الاهل لازم نفصل لهم شو بدنا نعمل وشو ما بدنا نعمل، مو واذا بس كان في خلاف على الأهل. نقطه محدده نتفق عليها من هلا، ما نوصل لمرحله الشده وقت اللي ضروره نعمل هذا الشيء نقعد نتناقش، لا نحن هلا بهالحاله بارده القصه لساتها، لو وصل لهالمرحله شو لازم نعمل شو ما لازم نعمل. مو إطار بس تنظيمي يا أخي طلال، الموضوع دائما بهيك حالة يحتاج 3 أطر وليس إطار تنظيمي فقط، يحتاج إطار طبي. يعني المؤسسة الطبية اللي تعمل فيها عندها سلسلة من الخطوات اللي لازم تتخذ عند كل اتخاذ قرار، فالمؤسسة الطبية تعرف هي وين الفائدة وين الطريقة الأفيد، وتتخذ سلسلة من الترتيبات خلينا نقول البروتوكولات لنوصل الاطار الطبي. فلا اي اجراء عدم الانعاش يجب، مثلا نحن نتكلم عن تجربتنا فيها، لازم يكون في 3 اطباء على الاقل. قد تجي مؤسسه اخرى تقول انا بدي 4 اطباء، انا بدي أو كذا، طبيبين أو واحد. اي او فهي اطار طبي. بيجي عندك الاطار القانوني في الدوله اللي انت عم تعيش فيها، لازم كمان يكون في لها اطار قانوني، هذا يفصل بالموضوع ويعطي حماية للأهل ويعطي حماية طبيب للمؤسسة الطبية ويوفق بيناتهم بهذا الأمر. لو حصل رفض من قبل هذه الجهة شو الإجراءات، لو حصل رفض من الأطباء شو راح يكون الإجراءات، يعني وحتى ممكن الإسكيليشن أو الترفيع أو تصعيد القضية. وإطار ديني، يعني دائما هذول الإطار الطبي
والإطار القانوني لازم يتوافقوا مع الإطار الديني القائم عليه الدولة اللي أنت تعيش فيها أو المجتمع اللي تعيش فيه. لا يمكن اتخاذ إطار طبي وإطار قانوني يتعارض مع المعتقدات الدينية صحيح. للمجتمع اللي أنت عايش فيه، طبعا يعني هذا أنت بيرجعنا للثلاثية اللي دائما بحكيها مع باسل، انه عندك اللو اللي هو القانون اللي ذكرته انت، عندك الإيثكس اللي هي القانون الطبي، وعندك المورالز اللي هي القيم اللي يؤمن فيها الفرد، اللي هي ممكن تكون جاي غالبا من الدين اذا انت مؤمن بدين معين، وغالبا احنا شعوب متدينة. طيب بدي انتقل لاخينا حمزة، موضوع الفيجيتيتيف ستيت اللي هي الحالة النباتية، الإصابات العصبية المزمنة اللي هي بطب البالغين شائعة حقيقة، شو مدى شيوعها عندكم بطب الأطفال وكيف تتعاملوا معها؟ طبعا الحالات العصبيه الفيجيتاتيف ستيت شائعه، كونه عندنا امراض خلقيه وراثيه عصبيه كثيره الحقيقه، الميتابوليك ديزيزز، الجينيتيك ديزيزز، بالاضافه طبعا في بعض حالات التروما، في بعض حالات السي ان اس او الاصابات العصبيه الالتهابيه، فهي موجوده الحقيقه. طبعا التعامل معها بيعرف الاخ طارق، التعامل معها ما بيفرق كثير عن الحالات الثانية اللي هي أمراض لا يرجى برأى. طبعا حتى نقرر إنه بدنا ندخل بمرحلة الباليتيف كير أو العلاج التلطيفي، أو نبدأ البروسيس تبع الإند أوف لايف كير أو البروسيس تبع الدي إن آر أو عدم الإنعاش، لازم يكون طبيب الأعصاب، طبيب المخ والأعصاب حاضر معنا، بنجتمع وبنقرر إنه هذا المرض خلص وصل لمرحلة الطفل لا ما بيقدر يقوم بأي وظيفة من وظائف الحياتية تبعه، ما بيتواصل مع المحيط، غير مدرك للمحيط، ما نو معتمد على نفسه بشيء، ما بيقدر يأكل، ما بيقدر يشرب، ما بيقدر يروح الحمام الله يكرمكم، ما نو واعي أبدا. فطبيب الأعصاب مع طبيب الآي سي يو بيقرروا إنه هاي وصلنا مرحلة نهائية، والإجراءات تبع الآي سي يو، طبعا نحن عم نحكي على البيكيو، الإجراءات اللي حكى عنها أخي طارق اللي هي التنفس الصناعي، اللي هي غسيل الكلى، اللي هي الإنعاش الصدري الرئوي والضغط على الصدر، ما راح تفيده أبداً لا بحماية دماغه من التدهور ولا راح تحسن له الوضع العصبي تبعه. ونبدأ بالبروسيس، طبعاً هدول عادة الطفل غير مدرك، عادة غير واعي لما بيجي لعنا على البيكيو، فالنقاش دائماً بيكون مع الأهل حول طبعا خصوصية الفيجيتيتيف ستيت عند عند الأطفال قياسا بالبالغين، أو خلينا نقول الإصابات العصبية مش الفيجيتيتيف ستيت، إنه الإصابات العصبية عند البالغين ممكن ترجع. يعني أنت شخص واعي وبكامل عقله، أنا شفت هلا مريضة من يومين والله كان عندها نزف دماغي شديد من شي 10 سنوات، لدرجة إنه هي كانت غايبة عن كل يعني رجعت بعد ما تحسنت وكذا، بس كل وظائف دماغها تقريبا راحت، ما كانت مدركة للمحيط وكذا، بس بعدين مع السنوات الله كتب لها رجعت، لانه هي اصلا كانت دماغها طبيعي، هي صار مع النزف بعمر 35 سنه. المشكله بعمر الطفل اللي هو عمره 2 أو 3 اصلا دماغه بمرحله النمو، فلو صار مرحلة عنده التطور. اذيه ضربه كبيره صحيح. وراحت عليه، هذا راحت عليه ما بقى يرجع، ما في شيء عنده اصلا، ما عنده مخزون. صحيح ولا انا غلطان؟ اسمح لي صحيح. بالتعقيب هون، تفضل طارق. يعني هو هذا اللي احنا احيانا انت بتجلس لما انت بدك تتناقش مع الاهل، هم عندهم معتقدات ماخوذه او تجارب معينه او قصص معينه ماخوذه من فئه عمريه لا تشابه الحاله او الفئه العمريه. الأطفال لهم خصوصية تامة صحيح. مختلفة عن البالغين، لا يمكن أنا مقارنة فيجيتيف ستيت عند الأطفال أو حالة نباتية عند الأطفال بحالة نباتية عند البالغين. معظم الحالات النباتية عند الأطفال تكون معروفة الأسباب هي إما عوامل جينية من وراثية، الدماغ عنده ضمور دماغي مترقي متطور مستمر، أو أثناء المرحلة البدائية السنة الأولى مثل ما أنت قلت مرحلة نمو الدماغ حصل عنده إصابة دماغية شديدة غير قابلة للتراجع، انتهى الموضوع. هن وما دائما في مخزون، ما في مخزون. دائما بيجوا بيسألوك إنه في حالات صحيت بعد فترة، هذه الحالات هي الحالتين مختلفات ما فينا نقارنهم مع بعض، بس تمام. كيف بدك توصل هي المعلومة أحيانا طريقة التواصل مع الأهل، كيف شرح أحيانا آلية المرض وتطور المرض فرق كبير. فكل ما كان الحالة، كل ما كان عمر الطفل الأصغر لما بيصير عنده إصابة عصبية شديدة، كل ما كان احتمال العودة للطبيعي أقل، يعني معنى آخر لأنه أنت عم تضرب الدماغ بمرحلة حساسة جدا من حياته.
أنا ليش عم أسأل هذا السؤال؟ صراحة تعرضت لأسئلة أخلاقية، يعني سألوني زملاء على الفيسبوك عندي، أنا ما حبيت جاوب صراحة كوني بعيد عن التخصص، بس هي الحالات اللي هي الإصابات العصبية المزمنة، الصرع مثلا أو السيجر، افتلاجات شديدة لدرجة إنه تأذى دماغ الطفل. طيب أنت بمرحلة معينة ما عاد فينك تقدم له كل شيء، تمام. لأنه هذا دماغه تأذى صراحة. يعني هي للأمانة نحن بنحكي عن الأعضاء، القلب والرئتين والكبد والكلى، بس هذول كلهم لخدمة الدماغ. إذا الدماغ مو شغال ما عاد في له قيمة الإنسان حقيقة، تغير يعني صار هو كتل دحم حقيقة. باسل شو عندي تعليقك على سؤال، باسل نعم تفضل. عندي والله سؤال، هو مو تعليق، هو سؤال عن الممارسة الحالية للدكتور حمزة والدكتور طارق. حاليا انتوا بالمملكة، هل ممكن تسحبوا تشيلوا أجازة الإنعاش عن طفل هو بفيجيتيتيف ستيت مقارنة بطفل ب بي في اس اللي هو persistent vegetative state؟ والفرق بيناتهم للناس اللي ما بتعرف، انه نحن بنطلق لقب او الاسم persistent vegetative state على vegetative state اللي هي مستمره لاكثر من 4 اسابيع، وقتها نحن نقول خلص هذا شبه المريض ما عاد يرجع. هل انتم بهالمرحله شو ممارستكم؟ هل انتم انا خليني بتخلوا اكمل سؤالك باسل، لان كنت بدي اسال نفس السؤال صراحه. انتم اصلا تسحبوا الاجهزه عن الاطفال لو كانوا فعلا لقيتوا انه هي فيوتايل كير، ولا ما بتقدموها بالاصل؟ لانه فرق بين انت ما تبدا العلاج، او انه بعد ما تلاقي انه ما عاد مفيد او في ضرر للطفل صار فينك تسحبه. هل الممارسه موجوده عندكم؟ لان شوي صراحه تركي هذا السؤال. أيوة نبدا صراحة. نبدا بطارق او بحمزه؟ حمزه جاوب خذ لحمزه بدأ بسرعه. أول. حمزه أيوة، يعني الـ withhold أو الـ withdraw، يعني هي المعالجة موجودة وبنسحبها أو ما بنقدمها بالأصل، والحالتين أيوة موجودين عندنا موجودين الحقيقة، تنتين. موجودين التنتين، والتنتين بنمارسهم. وطبعا الأساس بالموضوع، مثل ما حكى أخي طارق، انه بالبدايه الفريق الطبي شو قرر، الاتفاق مع الاهل لاي درجه نحن بدنا ندعم الطفل ولاي درجه نحن ما راح نقدم له. طبعا اذا الطفل ما له على الجهاز التنفس الصناعي ولا انه موجود على هي اللايف سستيننج ثيرابيز او الاجراءات الداعمه للحياه، بيكون الموضوع اسهل شوي. لما بيكون موجود على جهاز التنفس الصناعي ومنقرر ندخل بالدي ان ار ومنوقع ونتفق مع الاهل على الدي ان ار، بصير الموضوع اصعب شوي. بس في كثير حالات ايوه، في ترى كثير عند حالات البالغين ايوه، صعب كثير هذا الكلام بالسعودية، أنا مش بشتغل بالسعودية صراحة، عند في البالغين كثير سحب حالات الأجهزة عن مريض شبه مستحيل تقريبا، شبه مستحيل، لا لا بيصير في بس بعض شبه مستحيل. ايوه في بعض الحالات لا بنعمل ويننج without re-escalation، تمام. وفي بعض الحالات حتى بنقول لهم رح نشيل الجهاز التنفس الصناعي. بعلم الأهل طبعا أكيد. طبعا طبعا اكيد بعلم الاهل وبالابروش وبالموافقه الاهل وبالدعم النفسي لانه للاهل اكيد. بالنهايه هي الفكره انه يعني شو للزملاء اللي عم يتابعون، شو الزملاء خلينا نقول العوامل اللي عم يتابعون، انت بتقديمك للاجهزه عند هذا الطفل انت عم تزيد من عذابه. يعني هذه النقطه اللي لازم فقط لا يوصل، انه أكثر. احنا ما عم نشيل الجهاز، عم نوفر الجهاز او كذا، لانه صحيح. عم تريح ولازم الطفل يكون من عذابه، من المه، من المعاناه اللي هو فيها، واللي احنا شايفين انه هي عم تزيد يوم عن يوم. الأهل طبعا محضرين، ولازم يكون الأهل عارفين إنه هذا الجهاز عم يعذبه ما عم يساعده. جميل. ونقطة ثالثة أساسية لازم يكون عارفينها الأهل، إنه نحن لما بنسحب الجهاز رح نسحبه للجهاز الطفل بعدها احتمال صحيح يتوفى فورا، صحيح. احتمال بعدها يوم يومين ويتعب اكثر، نحن ما رح نرجع نقدم له الجهاز مره ثانيه. فايوه موجوده هي الحالات ونحن ما الموجوده، بنضمن انه حيموت كمان بالمقابل، يعني احنا ولا ممكن ما يتحسن بنضمن هذا ويروح الشيء، مش ويتعب. بيدنا، لانه فينك تشيل الجهاز ويتم الله كاتب له عمر، مو انت اللي كتبت له العمر. صحيح. صحيح، يعني احنا نؤمن بالله. طيب صراحه احنا هي المفتاح لسهوله الموضوع هو الشفافيه مع الاهل والوضوح مع الاهل. والله انا صراحه للامانه اخي حمزه واخي طارق، انا بعرفكم من سنوات، انا اول مره بسمع منكم بممارستكم اليوميه، لانه صراحه هذا الشيء مختلف تماما عن خبرتي مع البالغين حقيقه. طب كون صريح انا معكم، يعني بدي كون اعطي صريح معكم نصيحه كمان. طارق، مختلف تماما عن خبرتي مع البالغين للامانه. بعقب بيتابع بما تفضل فيه هو كمان. طبعا نحن لما بدنا ناخذ قرار سحب الجهاز ما بنسحبه مباشره فورا، يعني دائما احنا اول شيء بنقول لازم نعيد قدر الامكان علاج او علاج الامراض المصاحبه. يعني خلينا ناخذ مثل ما سالنا الدكتور باسل من شوي، فيجيتيف ستيت،
مريض شلل دماغي من الولادة شديد مترقي يزداد شوي شوي وصل لمرحلة التشنجات عدم الوعي وحالة صعبة جدا من فشل النمو كذا. إجاء التهاب عمل له قصور تنفسي احتاج العلاج التنفسي وجهاز التنفسي. لما نحن نجلس وناخذ هذا القرار ناخذه بناء على أرضية المرض الأساسي. فالطفل يتلقى علاج التهاب الرئة والعلاجات التنفسية الأخرى حتى نقول هو صار بما يشابه إلى حد كبير إما الحالة اللي كان نوعا ما موجودة عليها الأساسية، شفيت الحالة الحادة وبقي المرض الأساسي، أو تلقى العلاج التهاب الرئة بالمضادات الحيوية وكذا بما يكفي إنه شفيت الرئة وبقي المرض الأساسي، نصير صار هو جاهز نظريا بين قوسين طبعا هذا الكلام مثله مثل اي طفل ثاني لنخفف الجهاز عنه عنده التهاب بالرئه، اي طفل ثاني عنده التهاب بالرئه ونخفف عنه. هل اذا تحمل مثل ما قال لك راح نقول تحمل كان امر الله، احيانا بنشيل الجهاز وبروح حتى على بيته بيطلع من العنايه ويروح على بيته، بس في قرار عدم اعاده الجهاز لانه وصلنا لمرحله مترقيه من المرض العصبي انه ما عاد حتى يساعد الجهاز التنفس. واحيانا بعد ساعات سويعات بتلاقي سبحان الله يعني رب العالمين تمام. ياخذ القضاء في هذا الامر. فدائما احنا بس العلاج يعني علاجات الامراض الحاده المرافقه للحاله نعطيها اهتمام كثير بهذا الموضوع. يعني انا ما بقول بدي ابدا تخفيف الجهاز ولسه عندي حاله حاده من التهاب في شيء الرئه ممكن يتعالج بعد. أو تماما او حاله من التهاب الدم او مثلا تمام. على كيف تمام. طيب نحن تجاوزنا الساعة تقريبا، والله أنا جدا مستمتع باللقاء واستفدت كثير فيه. خليني نبدأ بقى بالتعليقات النهائية. ابدأ فيك أخينا باسل، إذا عندك تعقيب نهائي عن الحلقة تفضل أخينا باسل. بدي أتشكر دكتور حمزة ودكتور طارق، فعلا كانت محادثة حلوة وشكرا كثير. أنا بعرف أنت حاكونا بوقت متأخر هلا عندكم بالمملكة، فشكرا كثير لكم. بس جزاهم الله خيرا. أخينا حمزة تعقيب نهائي. أول شيء صراحة أنا مسرور تعرفنا على الوجوه الطيبة دكتور باسل ووجود أخي طلال. طبعا دكتور طارق يوميا عم نشوفه، بس لا يمنع أنه مبسوطين بشوفته. أنا أتمنى صراحة نحن لما كنا، بما أنه قال أخي طلال أنه موجه للشباب الممارسة بسوريا، ممكن هذا الموضوع أو هذا النقاش أو هي المعلومات ممكن تساعدهم نوعا ما. أنا بتمنى اللي بيسمع هذا الكلام أنه على القليلة يبدأوا صراحة حتى حديثا. طبعا زملائنا بسوريا واللي لساتهم عم بيمارسوا بسوريا كثير من الأوقات بيبعتوا لنا بياخذوا رأينا بحالات في البيكيو. تمام، الطفل موجود في البيكيو ما عم يستجيب على الاينوتروبس، على عيارات عاليه من جهاز التنفس الصناعي. شو ممكن نقدم له اكثر من هيك؟ انتم باستجامعات السعوديه شو بتعملوا اكثر من هيك لهذا المريض؟ لما بتساله عن الطفل بتلاقي شلل دماغي شديد، فيجيتاتيف ستيت، بتقول له يا اخي خلص حاج، يعني ليش ما تحطوا دي ان ار مثلا؟ لحد الان ما في ولا خطوه بهذا الاتجاه. فممكن يبداوا قصدك يفكروا. قانونيا يا حمزة؟ صحيح، لأنه قانون بسوريا للأسف ما فيه موضوع الدي ان ار، يعني حماية الطبيب ما أنا موجودة، أكون صريح معك يعني، وهذا عند البالغين نفس حتى الشيء. صراحة حتى طبيا حتى بنظام المشافي نفسه ما تمام بتلاقي هالبوليسي، ما بتلاقي نفس المشفى نفسه. يعني الطبيب بخاف كثير، مو بسبب القانون فقط، يعني ما بيبدا البروسيس اصلا. رفقت صحيح كيف؟ على صحيح القليلة يبداوا يفكروا بالموضوع، يكلموا الاهل. ممكن تتفاجأ، ممكن الأهل يقول لك خلص وقف حاج، أنا ما بدي تعمل لابني هلا أكثر من هو يكون هيك. جاي رد عليك صراحة، أو كنت عفوا مش رد عليك، قصدي إني أضيف يعني إضاءة إنه موافقة الأهل بتحمي الطبيب بهالحالة، إذا أنت قدرت تقنع الأهل أيوة، إنه أنت على هذا القليلة الشيء يبدأوا شايفه والأهل البروسيس بشكل ما، يعني وقعوا إنه يبدأوا. موافقين على اللي بتعمله فهو حماية قانونية جيدة لإلك، وبالتالي فعلا أنت حققت مصلحة الطفل ومصلحة الأهل نفسه ومصلحة الطبيب نفسه، وبالتالي ما حدا تأذى وكله كان عم يشتغل صحيح، صح. يعني على الأقل نبدأ نكلم الأهل بهذا الموضوع ونشوف شو ردة فعلهم. جزاك الله خيرا يعني أخينا مشكورين جميعا. طارق، بدأنا معك فتعقيب نهائي كمان لو توجه كلمة أو تعليق، خاصة أيوه أنه هي الحلقة مرة ثانية موجهة للزملاء الأطباء بسوريا أساسا والمنطقة العربية عموما. دائما نحن بنقول هي قرارات
كبيرة يعني عم نتخذها بالنيابة عن الطفل وعن الأهل حتى أحيانا. برجع بقول بشدد على الكلمة إنه لازم نحتاج الأطر الثلاثة تكون متكاتفة ومتناسقة مع بعض، الإطار القانوني، الإطار الطبي، والإطار الديني. هذا الموضوع إذا كان في تكامل فهذا راح يساعد المنظومة الطبية بشكل عام على توجيه الموارد بشكل أفضل من هذا الأمر. دائما حتى في الإطار الطبي ناخذ عليه التركيز شوي، لا القرار لا يكون شخصي وفردي من قبل طبيب واحد، دائما لازم يكون هو قرار متخذ من عدة أطباء من عدة اختصاصات بما تتضمن حالة المريض بهذا الموضوع. فأحيانا دائما احنا بدنا هذه الأطر الثلاثة موجودة حتى يتم اتخاذ القرار بشكل سلس ونقاش تواصل جيد مع الأهل بهذا الأمر. غير هيك راح يكون في دائما التحديات راح تستمر أمام المنظومة الطبية، راح يكون في دائما يعني عدم، ليش؟ لأنه راح يكون هذا المكان مختلف، قراري مختلف عن قرار الطبيب الآخر، وهذه المستشفى مختلفة عنها. لما يكون في هيك منظومة من الأطر الثلاثة المتكاملة راح تساعد الجميع لتوجيه موارد أفضل و تخفيف حتى من معاناة غير ضرورية للمرضى في المراحل الصعبة من الحياة. يا سي يعطيك جزاكم العافية. الله خيرا، جزاك الله خيرا أخينا طارق، مسرور جدا بتربيتك للدعوة. أخينا حمزة مشكور جدا جدا بتربيتك للدعوة. أخينا باسل جزاكم الله خيرا جميعا، وإن شاء الله بنوعدكم نتابع بكورس الأخلاق الطبية. أتمنى أن الأخوة المتابعين كانوا مسرورين، وإن شاء الله استفدنا. أنا استفدت جدا شخصيا، أنا عم أحكي عن نفسي، وإن شاء الله بنوعدكم نتابع بالكورس وبضيوف مميزين مرة ثانية. فالسلام عليكم. وعليكم السلام، السلام أشكرك ورحمة الله. جميعا.